مفك براغي وهوائي راديو وجاكيت كبير، هذه كل الأدوات اللي يحتاجها ستيفان برايت ويزر عشان يسرق أعمال فنية قيمتها 1.9 مليار دولار. فيا ترى كيف سواها؟ خلونا نعرف تفاصيل هالقصة. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. طبعا أول شيء رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، وأدري صار لي فترة غايب عنكم، بس والله صارت أشياء كثيرة في حياتي الفترة الماضية، زواج، سفر، مرض، فيعني مشوا لي إياها المرة، وانتم أصلا تمشوا لي إياها في كل مرة، فيعني عادي. المهم إن شاء الله اليوم جايب لكم فيديو وقصة مشوقة راح تعوضكم. بس قبل ما ندخل في القصة أشكر شركة إيفست على رعايتهم لهذا الفيديو. إيفست هي منصة تداول تشتغل كوسيط ما بينك كمستثمر وما بين السوق. تريد تشتري أسهم، تريد تشتري عملات حقيقية أو رقمية، تريد تشتري ذهب، نفط، اللي تحب تتداول فيه موفرين لك إياه. تقدر تتداول في أسهم أكبر الشركات العالمية مثل أبل وتسلا وجوجل وغيرهم بضغطة زر. واحدة من أقوى ميزاتهم إنك تقدر تشتري هذه الأسهم من خلالهم بعمولة 0%. وقبل ما تبدأ التداول الحقيقي تقدر تفتح حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار وتجرب التداول في السوق بدون أي مخاطرة من خلال هذا الحساب، وفي نفس الوقت تستخدم المكتبة التعليمية الكبيرة اللي موفرين لك إياها واللي تغطي لك كل الجوانب اللي تحتاج تتعلمها عن هذا السوق. ولو قررت انك تبدأ التداول الحقيقي وتودع في حسابك فبتحصل بونس ممكن يوصل ل 50% من المبلغ اللي أودعته. يعني لو مثلا أودعت 10,000 دولار راح تقدر فعليا تتداول ب 15,000 دولار، ميزة جدا قوية. وفوق هذا راح يكون عندك مدير حساب ومستشار مالي يساعدك في كل شيء تحتاجه على مدار 24 ساعة. إيفست هي فرصتك لدخول عالم التداول من أوسع أبوابه، وكل هذه الميزات وأكثر راح تحصلها من خلال تسجيلك في الرابط اللي موجود في الوصف تحت الفيديو. بداية أحداث قصتنا كانت في سويسرا، وبالتحديد في بلدة اسمها غريييرز، وبطل أحداث هذه القصة هو رجل فرنسي اسمه ستيفان برايت ويزر. ستيفان هذا كان مسافر لهذه البلدة ومعاه في الرحلة كانت وياه حبيبته اللي اسمها آن كاثرين. السنة كانت سنة 1995 في شهر مارس، وهدفهم من هذه الرحلة انهم يزورون قلعة قديمة ترجع للعصور الوسطى. هذه القلعة كان اسمها على اسم المدينة او البلدة هذه، كان اسمها قلعة غريييرز. هذه القلعة حاليا هي عبارة عن متحف يحتوي من مختلف الآثار والقطع الفنية اللي ترجع لهذاك العصر. القلعة هذه كانت تحتوي على ممرات وغرف كبيرة مخصصة للوحات الفنية، يعني وين ما تمشي في القلعة هذه كل ممراتها وجدرانها مملوءة باللوح هذه. فلما كان ستيفان وحبيبته يمشون ما بين هذه الممرات والغرف ويشوفون اللوحات الجميلة، واحدة من هذه اللوحات جذبت أنظار ستيفان بشدة. هذه اللوحة كانت من أعمال فنان ألماني اسمه كريستيان فيلهلم ديتريك. اللوحة كانت عبارة عن صورة لامرأة لابسة فستان وعيونها موجهة لخارج اللوحة مباشرة، كأنها قاعدة تشوف الشخص اللي يطالع في اللوحة. فصاحبنا ستيفان لما شافها انبهر ما حس بمثله في حياته، انسحر بعيون هذه المرأة اللي كانت مرسومة في اللوحة وحس كأنها شخص حقيقي قاعد يطالع فيه من جد. وفي هذه اللحظة استحوذت على ستيفان رغبة قوية إنه ياخذ هاللوحة، ومع أنه في حياته ما سرق شيء ولا كان مخطط أساساً إنه يسرق، لكن جاه الإحساس المفاجئ وسيطر على كيانه كله. خلاص هذه اللوحة ملكي، هذا اللي كانت تقول لي يا نفسه. فراح بكل بساطة وقال لحبيبته كاثرين إنه يريد يسرق اللوحة. بتتوقع هني إن ردة فعلها الطبيعية إنه تقول له نعم سلامات شفيك استهدي بالله ولا تورطنا. يعني هم في النهاية ما سووا أي شيء من هالقبيل ولا عمرهم حتى تناقشوا فيه، فيعني إنه يروح فجأة ويقول لها يلا تعالي نسرق لوحة، بتتوقع إنها بتضحك عليه أو على الأقل بتعطيه كف وتخليه يصحى من الخبال اللي فيه. لكن آن كاثرين بكل بساطة قالت له يلا تمام خلنا نسرقها. فقعدت هي تراقب المكان والممرات اللي كانت فاضية نسبيا، كان عدد السياح في القلعة جدا جدا قليل في هذاك الوقت، والأمن بعد كان جدا ضعيف، الحراس كانوا ينعدون
الأصابع، وما كانت في أي كاميرات مراقبة. احنا نتكلم عن سنة 1995. فبينما كانت كاثرين تراقب الممرات، بدأ ستيفان يفك اللوحة من إطارها الكبير. في النهاية ما كان يقدر يهرب اللوحة ومعها إطارها، وأصلا في كل الأحوال القيمة في اللوحة نفسها ما كانت في الإطار. ففك ستيفان اللوحة بحرص شديد، وبعدها طواها وخباها تحت الجاكيت اللي كان لابسنه، وببساطة طلع هو كاثرين من القلعة ولا كأن شيء صاير، وبدون ما أي حد يشوفهم. عملية سهلة وما فيها أي تعقيدات، لكنها راح تكون البداية لأعظم سارق لوحات وأعمال فنية في التاريخ. عملية السرقة هذه أوقدت داخل ستيفان شعلة ورغبة في امتلاك اللوحات الفنية. كان طول عمره يحب الفن ويحب يتأمل اللوحات الجميلة هذه في مختلف المتاحف، لكن تجربة امتلاك واحدة منهن عطته شعور مختلف، شعور مميز يريده يكبر ويظل يتكرر. ومن هني بدأ ستيفان يسرق اللوحات الفنية واحدة ورا الثانية وبدون توقف، يسافر من دولة لدولة ومن معرض لمعرض بس عشان يسرق. لف أوروبا كلها ونفذ حوالي 240 عملية سرقة في 172 معرض فني كانت موجودة في 7 دول أوروبية مختلفة. بس الواحد يستغرب، يعني معقولة 240 عملية سرقة وما نمسك ابدا؟ هل كان ستيفان محترف لهالدرجه؟ شو نوعيه العمليات المعقده هذه اللي كان يخطط لها ويسويها عشان ينفذ بجلده كل مره؟ بتتفاجئ يا عزيز ان هذه العمليات كانت جدا جدا بسيطه، مثل العمليه الاولى اللي سواها، وحبيبته كاثرين صارت شريكه الدائمه له في العمليات هذه. فكانت هي توقف كمراقبه على الممرات وهو يفك البراغي اللي مثبت اللوحة على الإطار، وبعد ما يخلص ينزعها ويطويها ويخبيها تحت جاكيته الكبير. بس بعده الموضوع عجيب، وين الأمن؟ وين الحراسة؟ وين الكاميرات؟ ما معقولة أن الأمن ضعيف لهالدرجة، ما صح؟ السر ببساطة كان في ذكاء ستيفان لما يختار أهدافه. ستيفان لو استهدف المتاحف والمعارض الكبيرة أكيد كان راح ينمسك بسهولة، لأن هذه المتاحف دائما مزودة بأحدث وسائل الأمان والحراسة فيها مشددة. لكن ستيفان كان مركز على المعارض الأصغر، المعارض اللي تعرض أعمال فنية راقية ومميزة، بس في نفس الوقت ما تكون معارض عليها زحمة وتركيز كبير، فتكون الحراسة فيها جدا بسيطة. الأدوات الوحيدة اللي كان يستخدمها ستيفان في عملياته هي أول شيء مفك البراغي اللي يستخدمها عشان يفك اللوحات من إطاراتها، وهوائي راديو من النوع اللي يتمدد كان يستخدمها عشان يحرف كاميرات المراقبة عن المكان اللي قاعد يسرق منه، وطبعا جاكيته الكبير اللي كان يخبي اللوحات داخله بعد ما يطويها. وطبعا أهم من كل هذا، أهم أداة كانت عنده هي ثقته بنفسه وبرودة أعصابه العجيبة اللي كانت تخليه هادي تحت أي ضغوطات ممكن تحصل أثناء العملية. ثقته العجيبة هذه كانت تخليه يقدر يسرق من نفس المعرض أكثر من مرة. كان يسرق من هالمعرض مثلا ويرجع اليوم الثاني مرة ثانية لنفس المكان وهو لابس ملابس مختلفة ومتنكر بشيء بسيط مثل شنب أو لحية، وينفذ عملية سرقة ثانية وثالثة ورابعة في نفس المعرض. ثقته بنفسه كانت شيء مجنون. وبهذه الطريقة ظل ستيفان ينفذ العملية ورا الثانية، وبحسب تقديرات مجلة نيويورك تايمز وصل مجموع قيمة اللوحات والأعمال الفنية اللي سرقها لحوالي 1.9 مليار دولار. متخيلين الرقم؟ مع كل هذا ستيفان ما كانت ظاهرة عليه أي علامة من علامات الغنى والثراء، بالعكس كان عايش حياة تحت المتوسطة. كان يشتغل كنادل في واحدة من المطاعم، وحبيبته كاثرين كانت تشتغل كممرضة، ومع بعض دخلهم ما كان ذاك الدخل القوي اللي يخليهم يعيشون حياة مرتاحة تماما. الموضوع وصل لدرجة انهم كانوا عايشين في علية بيت ام ستيفان، ما كانوا حتى قادرين انهم يوفرون لنفسهم مكان مستقل يستأجرونه، فكانت ام ستيفان مسكنتهم في علية بيتها، وحتى احيانا تساعدهم وتعطيهم شوية دعم مادي من جيبها عشان يمشون أمورهم. فليش يا ترى كان هذا هو الحال مع كل هالسرقات وقيمة اللوحات العالية اللي كانت عنده؟ السبب ببساطة هو أن ستيفان ما باع ولا واحدة من اللوحات اللي سرقهن، ولا واحدة. طيب ليش؟ السبب هو أنه ما كان يسرق هاللوحات عشان يستفيد منهن ماديا، كان يسرقهن
لأنه يحبهن، لأنه يقدر الفن اللي فيهن. وهني نرجع لأول سرقة تكلمنا عنها، ستيفان سرق لوحة المرأة هذيك لأنه فعليا كان منبهر بجمالها والفن اللي فيها. ومن هذاك الوقت وهو يسرق اللوحات اللي كانت فعلا تعجبه وينبهر فيهن، ما كان يسرقهن بسبب قيمتهن العالية. فتخيل معاي هالمشهد، جدران شقة ستيفان المتواضعة اللي كانت فعلية بيت أمه القديم كانت كل زاوية وكل فراغ فيها مملوء بلوحات فنية قيمتها توصل ل1.9 مليار دولار. مشهد غريب، مثل اللي يحط لك أحسن لوحة أرقام على سيارة قديمة كحيانة. لكن هذا بعد كان الشيء اللي يعطي ستيفان ميزة كبيرة كسارق أعمال فنية. هذا واحد من الأسباب اللي خلت الشرطة ما يقدرون يمسكونه، لأن في الواقع معظم حرامية ولصوص الأعمال الفنية كانوا يمسكونه وهم يحاولون يبيعون الأشياء اللي سرقوها. فلما تنعرض مثل هذه المسروقات في السوق السوداء يقدرون الشرطة أنهم يتبعون أثر السارقين هذيلة ويوصلوا لهم وفي النهاية يقبضون عليهم. فهذه واحدة من أهم الأسباب اللي خلت ستيفان ما يمسك رغم مئات عمليات السرقات اللي سواها. لكن مشكلة ستيفان بعد كانت طمعه اللي ما خلاه يوقف عند أي حد. طبعا هني نتكلم عن الطمع الفني، كان يريد يكبر مجموعته الفنية أكثر وأكثر، فما قدر يكتفي أو يوقف وظل مستمر من عملية للثانية بدون أي هدف واضح أو نقطة معينة ناوي يوقف عندها. فطبيعي مع كل هذه العمليات المتكررة إن في شيء غلط لازم يصير في واحدة منها. مرة ثانية هذه العملية كانت واحدة من العمليات اللي سواهن في سويسرا، وبالتحديد في متحف مدينة اسمها لوسان، والسنة كانت 1997. دخل ستيفان ومعه كاثرين للمتحف وحدد اللوحة اللي راح تكون هدفه وبدأوا بتنفيذ عمليتهم المعتادة. كاثرين تراقب الممرات وستيفان ينفذ عملية استخراج اللوحة من إطارها. بعد ما فك ستيفان البراغي من الإطار طلع اللوحة وطواها ودخلها في معطف الكبير مثل ما هي العادة، وبعدها بكل هدوء وثقة توجهوا لباب المتحف عشان يطلعون. لكن أثناء خروجهم من المتحف واحد من الحراس لاحظ ان ستيفان كان كأنه يحاول يخبي شيء تحت المعطف ماله، فبدأ الشك والريبة يكبرون عنده. فراح وخذ جولة حول المتحف وانتبه ان في لوحة مختفية من مكانها، وعلى طول راح وركض ورا ستيفان وكاثرين اللي طلعوا من المتحف وركبوا سيارتهم. بس قبل ما يتحرك ستيفان بالسيارة حصل حارس الأمن هذا واقف قدامه ومعتر الطريقة، ولأن في قسم شرطة كان موجود قريب من المكان فالمنطقة كانوا متواجدين فيها كثير من رجال الشرطة، فما كان قدام ستيفان غير أنه يسلم نفسه بدون مقاومة. انحجز ستيفان في قسم الشرطة بانتظار محاكمته في اليوم اللي بعده، وكانت المحاكمة جدا صغيرة وبسيطة لأن الجريمة ما كانت تعتبر كبيرة، واللوحة اللي سرقها ستيفان ما كانت لوحة عالية القيمة أو لها أهمية كبيرة. فقعد ستيفان يبكي ويمثل الندم قدام القاضي وقال إن هذه أول مرة يسوي فيها شيء مثل هذا في حياته، وإن كل الموضوع كان مجرد قرار لحظي بسبب دافع غريب استحوذ عليه بامتلاك اللوحة. ستيفان ما كان عنده سجل إجرامي، وتمثيله لحالة الندم والأسف قدام القاضي كان جدا مقنع، وفوق هذا قيمة اللوحة اللي يحاول يسرقها ما كانت عالية. كل هذه الأسباب خلت القاضي يقتنع ويخلي سراحة بدون عقوبة كبيرة. كان حكم القاضي أن ستيفان ينحط تحت فترة رقابية مدتها 8 أشهر، وأن لازم يطلع من سويسرا حالا وما راح يقدر يدخلها مرة ثانية إلا بعد ما تنتهي فترته الرقابية هذه، يعني بعد 8 أشهر. هذه الحادثة ما كانت مؤثرة أبدا على ستيفان، فخلال السنوات اللي بعدها استمر بأعمال السرقة المعتادة في مختلف الدول الأوروبية ما عدا سويسرا طبعا. ومرت الأشهر والسنوات وجات سنة 2001، يعني الحين مرت 4 سنوات على الحادثة القديمة. وبعد هذه السنوات حس ستيفان انه خلاص محاولة السرقة اللي انمسك فيها انست، وانه جاء الوقت عشان يرجع لسويسرا مرة ثانية. فبكل بساطة ركب الطيارة هو حبيبته كاثرين وسافروا إلى سويسرا، وبعدها راحوا لنفس المدينة اللي انمسك فيها قبل 4 سنوات، مدينة لوسيرن. لكن هالمرة العملية ما كانت في نفس المتحف اللي انمسك فيه، كانت في متحف
ثاني. وفي هذا المتحف حط ستيفان عينه على بوق أثري قديم. طبعا احنا عارفين ان ستيفان في العادة يسرق اللوحات الفنية، لكن من فترة لفترة كان احيانا بعد يسرق تحف فنية وأثرية مختلفة. فهذه المرة حط عينه على هذا البوق اللي كان داخل واجهة عرض زجاجية، وكانت سرقته شوي أصعب من اللوحات، لكن مع هذا قدر انه يسرق البوق ويخبيه كالعادة تحت معطفة الكبير، وطلع من المتحف بدون ما حد يمسكه، وأضاف تحفة جديدة لمجموعته الفنية. المشكلة ان ستيفان كانت ثقته بنفسه عالية زيادة عن اللازم، ويوصل مرات لدرجة البجاحة. يعني تخيل بكل بساطة بعدها بيومين قرر انه يرجع متنكر مرة ثانية للمتحف ويسرق منه قطعة فنية جديدة. مستوى اللامبالاة عند هالإنسان كان واصل لمرحلة مجنونة. فدخل بكل ثقة ومعاه كاثرين، وحط عينه على اللوحة اللي كان مستهدفنها، وبدت كاثرين تنفذ مهمتها المعتادة بمراقبة الممرات، وهو بدأ عملية فك اللوحة من إطارها. بعد ما خلص فك اللوحة خباها تحت معطفة كالمعتاد، لكن هالمرة لما لف وجهه حصل نفسه متحاوط بالحراس من كل اتجاه. اللي صار هو انه واحد من هذيل الحراس تذكر وجهه من اليوم اللي سرق فيه البوق، العملية اللي سواها قبل يومين، وحس هذا الحارس ان الرجل هذا مشبوه، وعلى طول خبر زملائه وتحركوا عشان يراقبونه، ومسكوه بالجرم المشهود وهو قاعد يسرق اللوحة من مكانها. بعدها على طول تم اعتقال ستيفان وحجزه في قسم الشرطة. خلال تحقيقات الشرطة معاه حاول ستيفان انه يلعب نفس البطاقة اللي لعبها في المرة الماضية، وقال لهم انها كانت مجرد نزعة لحظية بالسرقة وانه نادم على اللي سواه، لكن هالمرة عذره كان جدا ضعيف لانه في البداية سرق البوق وبعدين رجع عشان يسرق اللوحة، فمستحيل تكون هذه نزعة لحظية، هذه كلها جرائم سرقة كان مخطط لها من قبل. وبعد البحث والتحري عنه أكثر حصلوا المحققين التقرير بخصوص السرقة السابقة اللي نمسك فيها في نفس المدينة لما قدر يحصل استعطاف القاضي في سنة 1997. وهني المحققين عرفوا انهم قدام سارق اعمال فنية متسلسل، وانه يمكن يكون سوى عمليات سرقة كثيرة من قبل بدون ما ينمسك. فتواصلت الشرطة السويسرية مع الشرطة الفرنسية وخبروهم بتفاصيل الموضوع. الشرطة الفرنسية حصلوا مذكرة لتفتيش شقة ستيفان، واللي مثل ما قلنا كانت تقع في علية بيت امه. دق الشرطة باب البيت وفتحت لهم ستيفان، وطلعوا لها مذكرة التفتيش ودخلوا البيت على طول، وتوجهوا للعلية اللي كان ساكن فيها ستيفان، وهناك حصلوا قدامهم المفاجأة اللي ما كانوا متوقعينها. ما حصلوا ولا شيء، الشقة كانت فارغة تماما من أي لوحات أو أعمال فنية مسروقة أو غير مسروقة، ما كان في أي أثر لأي شيء فيها. بس كيف صار هالشيء يا ترى؟ احنا كلنا عارفين أن كل زاوية وكل بقعة في جدران شقة ستيفان كانت مليانة بالأعمال واللوحات الفنية اللي سرقها، فوين اختفى فجأة؟ اللي صار ان كاثرين حبيبة ستيفان اللي كانت قاعدة تشوف كل شيء من بعيد في لحظة اعتقاله على طول اتصلت بعدها بأمه وخبرتها ان تم اعتقاله، وقالت لها انه لازم تخبي كل اللوحات والاعمال الفنية المسروقة بدون اي تأخير. وفعلا الام تحركت باسرع ما عندها وتخلصت من كل الاعمال الفنية اللي كانت موجودة في الشقة. ايوة تخلصت منها، ما خبتها، تخلصت منها. على ما يبدو ان الام ما كانت عارفة قيمة هذه الاعمال اللي سرقهن ولدها، فبكل بساطة حرقت جزء منهن، ولما حست انهم ما تقدر تحرقهن كلهن الباقي رمتها في القناة المائية اللي في المدينة. لسوء حظها القناة المائية هذه ما كانت عميقة جدا، والتيار اللي فيها كان خفيف نوعا ما، فالماي كان ضحل وما يتحرك بسرعة. فبطبيعة الحال بعدها بعدة أيام لاحظ بعض المارة والناس إن في لوحات فنية موجودة في القناة المائية. فلما جات السلطات وبدوا يستخرجون هذه اللوحات عرفوا إن كلها كانت لوحات فنية مسروقة من متاحف مختلفة حول أوروبا، وبعض هذه اللوحات كانت قيمتها توصل للملايين. كنز ضخم من الأعمال الفنية صار تالف تماما بسبب الماي. فبعد ما انتشر الخبر أكثر وصل الموضوع للشرطة السويسرية اللي كانوا محتجزين ستيفان. ستيفان طبعا كان بعده محجوز عند الشرطة في انتظار محاكمته. واحد من المحققين
استغرب من الموضوع وان كل هذه الاعمال الفنيه المسروقه حصلوها في القناه المائيه اللي في مدينة ستيفان، فحس في داخله ان الموضوع مرتبط فيه. طبعا ستيفان ما كان عارف اي شيء عن اللي صاير ولا عن اللي سوته امه بالاعمال الفنية، فراح لهذا المحقق وعرض عليه بعض صور هذه الاعمال الفنية اللي استخرجوها من القناة المائية. قال للمحقق انهم حصلوا كنزة السري. هني ستيفان حس فعلا انهم وصلوا لشقته وفتشوها وحصلوا كل مسروقاته وانه خلاص كل شيء صار مكشوف، فبدون ما يفكر كثير بدأ يعترف بكل شيء. المحققين كانوا مصعوقين، كل ما سأل ستيفان عن لوحة من اللوحات المسروقة من مختلف المتاحف الأوروبية كان يقول أيوة أنا اللي سرقتها. معظم السرقات الفنية اللي صارت في أوروبا خلال السنوات الماضية كان ستيفان قاعد يعترف فيهن وأنه السارق. حتى الشرطة والمحققين ما كانوا متخيلين أن شخص واحد ممكن يكون هو اللي سرق كل هذه اللوحات والأعمال الفنية من مختلف الدول الأوروبية من أكثر من 170 معرض، لكن ستيفان اعترف كل شيء. بعد اعترافه هذا انحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، لكنه بس قضى 2 في السجن. ما أدري صراحة كيف حصل حكم خفيف لهالدرجة، خاصة باعتبار قيمة المسروقات اللي سرقها. بكل الأحوال ستيفان ما كان الوحيد اللي انسجن، حبيبته كاثرين انسجنت بعد هي لمدة 6 أشهر، أما أمه فانسجنت لمدة 1.5 سنة، يعني تقريبا مثل مدة حكمه، لأن أمه هي اللي دمرت اللوحات فكانت عقوبتها قوية. قبل ما يطلع ستيفان من السجن حبيبته كاثرين هجرته وقالت له انها ما راح تنتظره وما تريد تكمل حياتها معاه في كل الاحوال، اما امه فما تواصلت وياه ابدا وهو بعد كان مستحي وخجلان منها وما قدر حتى انه يكلمها. فعاش ستيفان سنين سيئة جدا بعد ما طلع من السجن، عاش وحيد وفقير وصار مكتئب معظم الوقت. حاول ستيفان انه يكتب كتاب عن حياته عشان يحصل شوية فلوس يعيش بها من وراه، وسمى الكتاب اعترافات سارق اعمال فنية، لكن الكتاب ما حقق مبيعات تذكر وفشل تجاريا. وبعد ما حس ستيفان ان الابواب متسكرة في وجهه قرر يرجع مرة ثانية ويكمل في سرقة الأعمال الفنية، لكن هالمرة ما كان هدف الفن، هالمرة كان هدفه أنه يحصل فلوس من وراها. ومثل ما قلنا الحرامية اللي يحاولون يبيعون مسروقاتهم الفنية هم على الأغلب اللي ينمسكون، وفعلا تم اعتقاله في سنة 2011 وهو يحاول يبيع واحدة من هذه اللوحات الفنية اللي سرقها. وبعد ما فتشوا شقته حصلوا أكثر من 30 لوحة مسروقة عنده، فاعتقلوه للمرة الثانية، ومثل المرة الماضية انحكم عليه ب3 سنوات في السجن. وبعد ما طلع من السجن هالمرة ظل تحت المراقبة، وتم اعتقاله للمرة الثالثة في سنة 2019 لما مسكوه وهو يحاول يبيع بعض المقتنيات الأثرية على موقع إيباي. هذه المقتنيات كانت على الأغلب مسروقة من قبل وكان مخبنهن في مكان مختلف ما وصلوا للشرطة، وحتى بعدين حصلوا مبالغ مالية توصل لمئات الآلاف كان مخبنهن في بيت أمه. من بعد هذا الاعتقال اللي صار في سنة 2019 ما ظهر ستيفان في أي أخبار بعدها، وللحين ما عندي مصدر يوضح إذا كان قضى مدة سجنه أو إذا كان بعده في السجن. على كل حال ستيفان برايت ويزر قدر بسرقاته هذه أنه يخلد اسمه كأكبر سارق أعمال فنية في التاريخ، وأشك أنه في حد بينافسه على هاللقب في أي وقت قريب. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم المقاطع الجديدة أول بأول. ليو يلا قلهم مع السلامة، باي باي.